بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طلبة البكالوريا، مرحبا بكم جميعا في قناة الأستاذ محبوس، أستاذ مادة التاريخ والجغرافيا. اليوم في هذا الفيديو الجديد راح نديروا شخصيات الوحدة الأولى، وحدة الحرب الباردة. جميع الشخصيات، يبقوا لنا فقط 5 شخصيات راح نديرهم في فيديو آخر، وراح نديروا أهم النقاط في الشخصية، كل ما يتعلق بمنهجية الشخصية، فاش رايحين ندوا العلامة الكاملة على الشخصيات. قبل ما نبدأ حبيت نذكركم، حبيتكم تفطنوا يا طلبة، أنه أطول فصل عقب الفصل الأول له عقب، درنا فروض، درنا اختبارات، رانا دينا العطلة، أطول فصول له عقب، الوقت راه يجري يا جماعة. كاين نوع من الطلبة مازال ما قراش، كل يوم يقول قدوة، كل يوم قدوة، يلقى روحه ضيع الوقت، الوقت راه يجري، نوض تقرأ، اليوم لازم تنوض تقرأ، لازمك تفطن، الوقت راه يجري يا جماعة. ما تفوقش تلقى روحك في جوان. تلقى في جوان يقولك تعذب. إذا خليت الوقت يجري وخليت الدروس تتراكم عليك، راك رايح تسمح. دير في بالك بلي راك رايح تسمح. تسمح، راك رايح تسمح. الباك والله راه سهل. الحاجة صعيبة أنك تخلي الدروس تتراكم عليك والدروس تكثر. هذه هي الصعيبة. الباك سهل، صعيبة أنك تخلي الدروس تتراكم. نبدأ بشرح الشخصيات وكيفاش رايحين نتعاملوا مع الشخصية. الحاجة اللي تفهمنا عليها أنه في الشخصية نحتاج 3 أمور، وهي الجنسية والعمل وأهم الأعمال والإنجازات. الجنسية والعمل وأهم الأعمال والإنجازات، نحتاج 3 أمور. أما بالنسبة لفترة الحكم ما نحتاجوهاش، فترة الحكم ما نحتاجوهاش، مش لازم أنك تديرها، وتاريخ الميلاد مش لازم تديرو، وتاريخ الوفاة مش لازم تديرو. نحتاجو الجنسية ونحتاجو العمل ونحتاجو أهم الأعمال والإنجازات. كنقولو الجنسية، نديرو الشخصية هذه راه جزائري، راه فرنسي، والله راه أمريكي، راه سوفيتي، بريطاني، جنسية تاع الشخصية. العمل تاعو راه رئيس، راه جنرال، راه وزير، راه قائد أركان، عسكري، سياسي. نحتاجو الجنسية والعمل تاعو وأهم الأعمال والإنجازات. أهم الأعمال والإنجازات نحتاجو واش خلى من إنجازات، كاش مبدأ باسمه. مثلا رومان خلى باسمه مبدأ رومان، فاز في حرب، ربح جائزة، جائزة نوبل مثلا للسلام. أي عمل، أي إنجاز من إنجازاته. نحتاجو الجنسية ونحتاجو العمل أو الوظيفة وأهم الأعمال والإنجازات. هنايا في هذا الجدول راح نعطيكم التعريف المشترك للشخصيات الأمريكية والتعريف المشترك للشخصيات السوفيتية، نعطيكم أهم الأعمال اللي رايحين تحتاجوهم في التعريف المشترك فيها المهنة والجنسية، يعني الجنسية نتاعو والعمل نتاعو، زوج صوالح رانا تهنينا منهم. قاتلنا أهم الأعمال والإنجازات، هاهم وين كل شخصية نحفظولها أهم الأعمال والإنجازات تاعها. نبدأ بالشخصيات الأمريكية. أول شخصية وهي روزفلت، فرانكلين روزفلت. فرانكلين روزفلت هذو أهم أعمال والإنجازات تاعو. تعريف المشترك، سياسي أمريكي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية. سياسي أمريكي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وشخصية أمريكية ورئيس. روزفلت، ترومان، إيزنهاور، كينيدي، ريغان، بوش، هذا كامل يصلح لهم هذا التعريف المشترك، سياسي أمريكي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هذا تعريف يعتبر مشترك، يشتركوا في المهنة ويشتركوا في الجنسية، كامل رؤساء وكامل أمريكيين. روزفلت أهم الأعمال والإنجازات نتاعو، أهم الأعمال، تحتاج زوج أعمال فقط، ما نحتاجوش 3 ولا 4، زوج يكفوا، وأنا نعطيكم 3 فيها. انتخب 3 عهدات متتالية. أول حاجة روزفلت انتخب 3 عهدات متتالية، شد الرئاسة 3 عهدات عفوا. أخرج الولايات المتحدة الأمريكية من عزلتها وأدخلها الحرب العالمية الثانية 1945. هذون زوج أعمال تاع روزفلت. ننتقلوا للشخصية الثانية، ترومان، هاري ترومان. هاري ترومان هو صاحب مبدأ ترومان، أمر بتفجير القنبلة النووية هيروشيما وناكازاكي في اليابان. هو صاحب مبدأ ترومان، نديرو سياسي أمريكي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، صاحب مبدأ ترومان، أمر بتفجير قنبلة هيروشيما وناكازاكي في اليابان. إيزنهاور، دواية إيزنهاور، صاحب مبدأ إيزنهاور 57، كامل تعرفوا مبدأ إيزنهاور اللي قدم فيه مساعدات للشرق الأوسط، وصاحب سياسة ملء الفناء. زوج أعمال يكفوا، صاحب مبدأ إيزنهاور اللي باسمه، وصاحب سياسة ملء الفناء. كينيدي، شهد أزمة كوبا واغتيل بسبب التمييز العنصري، رانا درنا زوج صوالح. ريغان، رونالد ريغان، صاحب فكرة حرب النجوم وكان متشدد ضد الاتحاد السوفيتي. اكتب كامل هذه الشخصيات في كراسك، أنا راني نشرح وأنت تكتب في كراسك. بوش، أعلن النظام الدولي الجديد، أنهى الحرب الباردة، وقع معاهدة مالطا 1989 مع ميخائيل غورباتشوف.
هذه التعريف مشترك ليهم كامل، سياسي امريكي ورئيس الولايات المتحده الامريكيه، وهذون اهم الاعمال توعهم، زوج اعمال فقط يفو. هذون بالنسبه للشخصيات الامريكيه. من بعد نزيدكم بعض الشخصيات في فيديو اخر، هذون اغلب الشخصيات واهم الشخصيات. نروحوا للشخصيات السوفيتيه، الشخصيه والمهنه زائد الجنسيه واهم الاعمال والانجازات، كذلك هذا تعريف مشترك ليهم، جوزيف ستالين، خروتشوف، بريجنيف، غورباتشوف. هذون كامل سياسي سوفيتي ورئيس الاتحاد السوفيتي، هذا تعريف مشترك، سياسي سوفيتي ورئيس الاتحاد السوفيتي. بالنسبة لجوزيف ستالين، أهم الأعمال تاعو زوج أعمال، هزم الألمان في الحرب العالمية الثانية، توفي في 5 مارس 1953. اللي يحب يزيد يزيد أنه عرف بالعصبية والتشدد للمعسكر الغربي. هذا بالنسبة لجوزيف ستالين. خروتشوف أحد قادة أترويكا، صاحب مبادرة التعايش السلمي، وحل مكتب الكومن فورم، هو الذي حل مكتب الكومن فورم، مكتب الإعلام الشيوعي. حل معناتها إغلاق، كنقولوا كلمة حل معناتها إنهاء ولا إغلاق، إغلاق. بريجنيف خاض حرب أفغانستان، اشتهر بمبدأ بريجنيف، هذا مبدأ اسمه، خاض حرب أفغانستان 1979 اللي قلنا دامت 10 سنوات مع روسيا، واشتهر بمبدأ بريجنيف. غورباتشوف، ميخائيل غورباتشوف، صاحب إصلاحات الفاشلة، إصلاحات فاشلة نعرفهم كامل، بروسترويكا والغلاسنوس، قلنا إصلاحات فاشلة واحدة سياسية والأخرى اقتصادية، بروسترويكا والغلاسنوس، وقع معاهدة مالطا مع بوش، آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي، في عهده تفكك الاتحاد السوفيتي، نحتاج فقط زوج أعمال، ما نديرهمش كاملين، زوج أعمال فقط يكفوا. فترة الحكم، تاريخ الميلاد، تاريخ الوفاة، ما نحتاجهمش، مش لازم أنك تديرهم. نحتاج جنسية، نحتاج العمل، وأهم الأعمال والإنجازات. هكذا تمشي بهذه الطريقة، راك رايح تدي العلامة الكاملة على الشخصية. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، ربي يوفق الجميع، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.